يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة مهمة في إطار الحديث تحديدا عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة المريخ الهامة والمصيرية في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هنرصد كل الاستعدادات، هنطمن حضراتكم على بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا يعني في شكوك حول مشاركتهم في هذه المباراة الهامة، فهنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا في الجانب ده تحديدا، وده كل ما يتعلق بالأهلي وأخبار وأخبار أخرى كمان بتتعلق بألعاب أخرى داخل القلعة الحمراء أكيد هنتطرق ليها، بخلاف بعض الأخبار المحلية والعالمية، وده أمر بيكون مهم بالنسبة لنا سواء على الجانب المحلي وفيما يتعلق بمنتخبنا الوطني أو الجانب العالمي فيما يتعلق تحديدا بالمباريات الأوروبية وأكثر تحديدا بنجمنا المصري العالمي محمد صلاح وكل المحترفين في الخارج. فبالتالي عندنا حلقة دسمة النهاردة هنتكلم فيها في أمور كتير، لكن الأهم دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال النهاردة بيتعلق بمباراة مصر والسنغال أو مباراتي مصر والسنغال وتوقعاتكم قبل إعلان القائمة النهائية اللي هيصدر أو اللي هيتم الإعلان عنها يوم 19 من الشهر الجاري. كام لعيب من الأهلي ممكن يكون موجود، أو مين هم اللعيبة اللي من وجهة نظر حضراتكم ممكن يكونوا موجودين طبقا لاختيارات مستر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة بعد تواصلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا ايا كان مين اللي هيكون موجود في هذه القائمه، الاهم ان احنا نفرح بتاهل مصر لكاس العالم للمره الثانيه على التوالي. البدايه دايما باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف في ترند الاهلي. في بيان رسمي صن داونز يؤكد على احترامه للاهلي، وكمان الفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمريخ بالتوفيق يا رب. وأخيرا تقارير صلاح يقترب من برشلونة. عناوين كلها مهمة لكن تفاصيلها هتكون أهم في يعني أجزاء لاحقة من هذه الحلقة، لكن خليني أقول لحضراتكم أهم المباريات النهاردة تحديدا. هم يعني مش مباريات كتير النهاردة الاثنين، فعدد المباريات بيقل. احنا عارفين في أوروبا دايما المباريات بتبقى أكتر يوم السبت، بتبقى اقل نسبيا يوم الاحد، وبتبقى اقل خالص يوم الاثنين يعني. فالنهارده في الدوري الانجليزي في ماتش، بس ماتش مهم قوي، وهو ماتش كريستال بالاس مع مانشستر سيتي، ده الساعه 10 بالليل. وهو مهم ليه؟ لان مانشستر سيتي في تنافس قوي مع ليفربول على بطوله الدوري. ليفربول ما شاء الله ماشيين بشكل ممتاز، يعني انتصارات متتاليه، الامور ماشيه بشكل جيد. ممكن يعني اللي بيعكر صف جماهير ليفربول هي اصابه محمد صلاح، ان شاء الله خفيفه باذن الله. مش عارف ممكن يلحق مباراه ارسنال ولا لا، هيبقى صعب شويه، لكن بعد مباراه ارسنال اللي هي في الغالب هتكون يوم الخميس هيكون جاهز محمد صلاح بشكل اكبر. ومهم ايضا كريستال بالاس خصوصا في ظل الحسابات اللي بتتعلق بجدول الدوري. اما في خصوص الدوري الاسباني فالنهارده في ماتش وحيد ايضا ومهم، وفي نفس التوقيت الساعه 10 بالليل ما بين ريال مايوركا وريال مدريد، وريال مدريد المنتشي بتالق ومباراه كبيره جدا امام باريس سان جيرمان في رومنتادا كانت عظيمه وتاهل لدور ربع النهائي من الشامبيونز ليج. فبالتالي هيبقى عنده مباراه مهمه في اطار سعيه نحو حسم لقب الدوري الاسباني مبكرا، لان الجاب والفارق كبير ما بين ريال مدريد واشبيليه وبرشلونه واتلتيكو طبعا، فهم قربوا، فعشان كده تبقى خطوه مهمه جدا بالنسبه لهم. في المقابل امبارح كانت برشلونه بصراحه عملوا مباراه كبيره وفازوا على اساسونا برباعيه نظيفه. الدوري الايطالي ايضا مباراه وحيده النهارده ما بين لاتسيو وفينيزيا، دي هتكون مباراه هتبتدي في تمام الساعه 10 الا ربع مساء. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه والمثيره بكل تاكيد، سواء انجليزي اسباني او ايطالي، بس الانجليزي طبعا في حته ثانيه خالص. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل عندي تفاصيل كتير بتتعلق بالاهلي وعندي مواضيع مهمه قوي لازم نركز عليها، وحاجه من وجهه نظري هي ترند وترند ايجابي قوي لازم نتكلم عنه، فكل ده هيكون معانا بعد الفاصل، فاستنونا لانه كلام مهم قوي. يلا اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده من ضمن الاخبار المهمه بتتعلق بالنادي الاهلي، وان هو ان صن داونز اداره صن داونز ارسلت خطابا للنادي الاهلي بتاكد فيه على احترامها الكامل للنادي الاهلي، وبتوضح الموقف اللي حصل قبل مباراه الفريق هناك في جنوب افريقيا لما اتوبيس الاهلي تعطل ولقينا عدد كبير من جماهير صن داونز موجودين
فقالوا ان ده كان مجرد ازدحام مروري، واكدوا على علاقتهم المميزه بالاهلي وان هم حريصين جدا اشد الحرص على ان العلاقه دايما تكون جيده. فده خطاب وصل النادي الاهلي النهارده وتوضيح من تلوبان متسبي رئيس طبعا صن داونز للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. في الحقيقه ده يعني دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه، لكن الاهم بصراحه هو الحديث عن مباراتي الاهلي والمريخ والاهلي والهلال، والاثنين يا جماعه باكج واحد، يعني ما تحاولش تفصل ده عن ده. يعني انت لو كسبت المريخ مش هتتاهل لسه، محتاج ايه؟ محتاج تكسب كمان الهلال. اه لو تعادلت ماتش وكسبت ماتش هتتاهل اوكي، لكن احنا لا، ما ينفعش ان احنا نتعادل ماتش ونخسر او نكسب ماتش. يعني نتعادل ماتش ونكسب ماتش ده هيبقى صعب على جمهور النادي الاهلي. لا، احنا عايزين نخلص المجموعه دي واحنا عندنا 10 نقاط حلو، وتبقى تاني والامور تبقى كويسه. والاهم عدم التقليل من ماتشين. شفنا المريخ على ارضنا هنا في المباراة الأولى بتاعت الجولة الأولى كان عامل إزاي، وكان ممكن يتعادل وكان ممكن يكسب. الحمد لله التوفيق كان معانا وقدرنا إن احنا نفوز بنتيجة 3-2. والهلال كذلك هيبقى منافس صعب قوي قوي ليك هنا على ملعبك، خصوصا إن الفرص متساوية. الأهلي عنده 4 نقاط، الهلال عنده 4 نقاط، والمريخ عندهم 4 نقاط، فبالتالي الأمور هتكون صعبة. اللي يقلل أو لما تسمع حد بيقلل لك من الماتشات دي وإن الأهلي كده كده صاعد، ده كلام غير صحيح 1000000%. والكلام ده بشأنه وبسهولة جدا ممكن يهبط من المعنويات وممكن يخليك عندك ثقة زايدة عن اللزوم، زي ما حصل في مباراة صن داونز الأولى. كنا داخلين الماتش بثقة زايدة عن اللزوم فبالتالي إيه؟ خسرنا. لا، إحنا الأمور صعبة بالنسبة لنا. المريخ فريق قوي 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 قوي، والهلال كذلك، فبالتالي لازم تكون عامل حساباتك بشكل كامل بشكل قوي ومستعد بشكل جيد قبل الماتشين دول عشان تقدر باذن الله واحد احد تتاهل عن المجموعه دي مع فريق صن داونز اللي ضمن تصدر هذه المجموعه. وبعد كده بقى لما تتاهل باذن الله تعالى الحسابات بتبقى مختلفه. وبرده مش عاجبني شويه نغمه البعض اللي بيقول لك لا لا الاهلي السنه دي حتى لو تاهل هيخرج. لا لا لا، انا ما بحبش قله الثقه خالص. اه وارد ماتش تقع ماتشين تقع كلام من ده، انت بتلعب في بطوله افريقيه كبيرة، بتلعب مع فرق كبار، وفي الحقيقة نفس الكلام ده اتكرر السنة اللي فاتت بعد ماتش سيمبا لو نتذكر. كنا راجعين من كأس العالم ولعبنا مع سيمبا بعد ما كنا واخدين برونزية وخسرنا من سيمبا 1-0 هناك في تنزانيا يعني. فلا، خلينا عندنا ثقة كبيرة جدا في اللاعبين لأن هم بصراحة مش مقصرين إطلاقا، عاملين مجهود عظيم جدا سواء هم أو الجهاز الفني. اه ممكن يكونوا مش موفقين، ممكن يكون بيقابلهم بعض العقبات سواء فيما يتعلق بضغط المباريات او الاجهاد، وده يا جماعه او دي مش حجج، ده امر واقع. اللي يقول لك يا جماعه دي حجج وانتوا لازم تتحججوا لازم تطلعوا مبرر للاهلي، قول له لا، ده واقع انت مش عايز تشوفه. انت مش عايز تشوف ان الاهلي بيلعب كم ماتشات كبيره، الاهلي عنده حاله من حالات الاجهاد بتاثر عليه. هتقول لي طب وكسبتوا بيراميدز ازاي؟ لا، ما انت اكيد كنت مستعد للبيراميدز بشكل جيد زي ما استعدت لصن داونز بشكل جيد، لكن بيبقى في عوامل توالي المباريات بينتج عنه اجهاد، فدي جزئيه مهمه. مباراه بيراميدز كمان كان معاك جمهور، جمهورك اللي هو بيبقى العامل الاساسي في تحقيق الانتصار، ده بيبقى امر مؤكد. في كل الاحوال نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، مباراه يوم الجمعه الاستعداد ليها بشكل كويس، ما نلتفتش اطلاقا للاخبار اللي هي طلعت كمان كاذبه فيما يتعلق برحيل المدير الفني الانجليزي لفريق المريخ وفيما يتعلق بعدم الاستقرار الفني هناك. لا، الكلام ده مش صحيح، المدير الفني موجود، مش متذكر، كلارك تقريبا المدير الفني للمريخ، موجود هنا في القاهره وبيتمرن مع الفريق وبيقود التدريبات بشكل قوي وبيستعد بمنتهى القوه لهذه المباراه. فبالتالي خلينا مركزين كل التركيز في مباراة المريخ أولا، وبعد كده نتفرغ لمباراة الهلال، نكون معانا 3 نقاط إضافية عشان إن شاء الله نكسب الهلال ونتأهل. دي جزئية من ضمن الجزئيات المهمة. الأهلي هيستأنف تدريباته بكرة ويستعد من خلالها إن شاء الله أو كبداية الاستعداد لهذه المباراة. طيب، في الحقيقة أنا عندي جزئية غاية في الأهمية وهي في إطار إيجابي. زي ما إحنا ساعات بنرصد السلبي وبنتكلم عليه وبننتقده خصوصا لما يكون من وجهه نظرنا احنا في نوع من انواع غير او عدم المنطقيه تحديدا، فبنطلع نقول لحضراتكم الكلام ده مش صحيح، الكلام ده غلط. لكن بصراحه انا بحترم قوي اللي صحح غلطه قوي وبيزيد في نظري جدا جدا.
لو نفتكر الأيام أثبتت، الأيام أثبتت بعد كلام اتقال من سنتين إن الأهلي طلع صح، وإن إدارة الأهلي طلعت صح، وإن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان عنده نظرة مبعدية لما هو من الوارد حدوثه، وإن إزاي يحافظ على الفرقة وإزاي يحافظ على أوضة اللبس. وأنا الكلام هنا بتكلم ليه في الجزئية دي تحديدا؟ لأن أنا هعرض لحضراتكم يعني فيديو أو صوت تحديدا للكابتن سيف زاهر الزميل العزيز اللي بحترمه وبقدره جدا، ده أمر مؤكد حتى لو بنختلف في المواقف، وممكن أنا من أكتر الناس اللي انتقدته، لكن أنا لازم أشيد بيه كل الإشادة النهاردة بعد ما اتكلم امبارح على موقف النادي الأهلي واعترف بخطأ. تعالوا نشوف بس الفيديو الأول وبعد كده هرجع أعلق على الكابتن سيف زاهر، لأنه بصراحة الكلام مهم وجيد جدا. يلا بينا. الأهلي عمل ضربة البداية من سنتين، اما وقف الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في أزمة أو في موضوع فتحي وشريف ورمضان، وبالأخص رمضان ربنا يا رب يشفيه النهاردة وإن شاء الله بإذن الله نطمن عليه ويخرج بالسلامة، وقال حدد موقفك خلال ساعة، ده أنا جاي لي رقم كذا، الأهلي ليه سقف، وأعلن الأهلي إن هو مش هيبوظ أوضة اللبس، وأنا أعلنت مرارا وتكرارا وما عنديش أي حاجة يعني أخجل منها. أنا في الوقت ده، كان وجهة نظري إن لأ، لازم النادي الأهلي يحاول ما يسيبش فتحي يمشي وما يسيبش رمضان يمشي، ولازم يعني يبقى فيه تحرك سريع. لأ، الأهلي كان هو اللي صح، كل ما بتقعد بتتعلم، يموت المعلم ولا يتعلم، وبتعلم حقيقة، وده اعتراف على الهوى يعني. بعد كده الأمور ابتديت أقراها بمشهد مختلف. ممكن يكون الأهلي في التوقيت ده خسر لاعب، بس كسب أوضة اللبس بالكامل، فكسب البطولات، والحقيقة الأهلي هنا عمل ضربة البداية. الراجل ده في الحقيقة زاد في نظري، راجل محترم جدا، لما يبقى في وجهة نظر هو قالها، ودي وجهة نظر أوكي، حتى لو احنا اختلفنا معاه كتير جدا فيها وانتقدناه بشدة، لكن لما يعدل وجهة نظره ويعترف بخطأه إذن الراجل ده راجل محترم. فأنا عجبني جدا كلامه امبارح، والأهم بالنسبة لي إن الأيام أثبتت إن إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب كان ليهم رؤية واضحة ومهمة وباصين للمستقبل، وكانوا واثقين إن الأهلي يقدر من غير رمضان ومن غير فتحي ومن غير غيرهم، عبد الله شريف أي حد مشي، مع كامل الاحترام للجميع، يقدر إن هو يفوز ويقدر إن هو يحقق ألقاب. ليه؟ لأن ده النادي الأهلي، أي لعيب يتمنى إن هو يكون موجود معاه. انتقدنا الكلام اللي كان بيتقال ساعتها، ولو رجع بينا الزمن كنا هننتقده، لكن في نفس الوقت لما يبقى الكلام إيجابي بالشكل ده إذن لازم نشيد، وهو ده الترند الإيجابي اللي لازم نتكلم عنه. احنا مش هدفنا ان احنا نطلع نتكلم على سلبيات ونقعد نهاجم وندافع وكلام من ده عن النادي الاهلي، لا، لما يبقى في حاجه ايجابيه لازم نقف عندها ونقولها. فكلام محترم جدا من كابتن سيف زاهر، والاهم ان دايما الاهلي بيدي دروس، لكل الانديه، والاهلي قدر فعلا ان هو يحافظ على اوضه اللبس. بعد كده ايه اللي حصل؟ الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله بياخد القاب قد كده، كل بطولة بياخدها ها بيكسبها، أو كل بطولة بيدخلها بيكسبها، إلا ما نظر يعني دوري وقع منك كاس ده وارد، لكن الأغلب إيه؟ 90% من البطولات اللي بتشارك فيها عملت إيه؟ بعد القرارات دي، بعد الحكمة في اتخاذ مثل هذه القرارات، إنك خدت الناتج اللي أنت عايزه وهو الألقاب. فدي جزئية مهمة جدا في الحقيقة، ويعني عايز احيي اداره النادي الاهلي والاداره الخاصه بالتعاقدات، والجمله الشهيره بتاعت امير توفيق لما قال رمضان صبحي ساعه وترد، احنا مش بنتقارن مع حد، هو ده فعلا النادي الاهلي، والايام فعلا اثبتت صحه هذا الموقف. ده فيما يتعلق بالجانب ده. طيب
عندي كمان خبر مهم بيتعلق بالجهاز او جهاز كره اليد بالنادي الاهلي، واحنا عارفين بعد اقاله او توجيه الشكر الكابتن طارق محروس المدير الفني السابق للفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، النهارده النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اعلن على تشكيل الجهاز الفني لكره اليد والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد. وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه التشكيل على النحو التالي هقوله لحضراتكم: كابتن احمد سالم محمود القائم باعمال المدير الفني، كابتن هشام عبد الوهاب احمد مدرب عام، كابتن هاني حسن عباس مدير اداري، كابتن محمد ابو زيد عبد الغفار اداري، دكتور محمد ابراهيم محمد طبيب الفريق، كابتن مصطفى نجيب السيد اخصائي العلاج، كابتن محمد شهيري الديب مدلك، كابتن احمد محمود الدعور مخطط احمال، كابتن خالد عبد المعطي عثمان مدرب حراس مرمى، كابتن محمد سليمان محلل فني رجال، كابتن احمد محمد القط محلل فني سيدات، كابتن احمد السحيلي مدرب فريق 2002، كابتن اشرف عواد عبده مدرب فريق 2004. واكيد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. عندنا شغل كبير قوي قوي عايزين نعمله في كره اليد، عندنا طموحات كتير جدا جدا جمهور الاهلي بصراحه مستنيها من فريق كره اليد. هم رجاله لعيبه كويسه محتاجين شويه كمان تدعيمات، اكيد الاداره هي ادرى بالجانب ده كله، اداره النشاط الرياضي بالتنسيق مع اداره النادي الاهلي، فبالتالي ان شاء الله الناتج هنشوفه قريب، يكون فريق كره يد افضل من كده بكتير ويحقق كل طموحات جماهير النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. دي بعض الامور وبعض المواضيع اللي حبينا نتكلم فيها ونتناقش فيها مع حضراتكم. هروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا اخبار كتير كالعاده بتتقال على الاهلي في السوشيال ميديا، لكن كمان عندنا تعليق عليها فاستنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عندنا اخبار كتير اكيد كالعاده اتقالت عن الاهلي في السوشيال ميديا، فبالتالي تعالوا نبتدي باليوم السابع. واليوم السابع انا بصراحه مش عارف هم عايزين ايه من الاهلي، وانا مش بعمم كمؤسسه اليوم السابع المحترمه وبقدرها جدا، لكن انا بتكلم على بعض الاشخاص اللي ممكن يكون بيكتبوا اخبار عن الاهلي وبيحاولوا ان هم يخلقوا حاله من الجدل داخل القلعه الحمراء وعند جمهور النادي الاهلي، فالكلام ده غريب بالنسبه لي. زي كده ما الكلام على احمد عبد القادر امبارح لو تابعتوا حلقتنا كان غريب جدا بالنسبه لي، ان هل احمد عبد القادر اقترب من الرحيل عن النادي الاهلي بعد تجاهل موسيماني، عناوين غريبه بطريقه مش عارف ايه الهدف منها. لكن هنا بيقول لك ايه، موسيماني ينقلب على نجوم الاهلي بعد السقوط امام صن داونز. فاحنا تعالوا نفكر ونحلل الخبر مع بعض ونتكلم عن حقنا، مفيش مشكله يعني. هل هزيمه او اتنين مش فقد بطولة، هزيمة تخلي مدير فني ينقلب على اللعيبة؟ طب هو لو مدير فني هينقلب على اللعيبة هيعمل ايه؟ هو هيشد عليهم، هيتكلم معاهم، هيوجههم. وبالمناسبة يا جماعة العلاقة ما بين موسيماني ولاعيبة النادي الاهلي والكلام ده اللي انا شفته قدام عيني في كاس العالم، مش في مرة لا في مرتين كمان، هي علاقة ود ومش عايز اقول اخوة، لكن مدرب وابنائه وبيتعامل معاهم بشكل نفسي جيد جدا. ممكن الناس ما تكونش شايفه الكلام ده بس انا بنقله لحضراتكم. فايا كان اي لعيب في الدنيا هيغلط، اي لعيب في الدنيا وارد ان هو ما يبقاش في يوم، لكن ده ما يوصلش الموضوع لمرحله الانقلاب، لمرحله ان في مشكله ما بين المدير الفني موسيماني وما بين اللعيبه. الكلام ده غير حقيقي بالمره، وكلام برضو للاسف الهدف منه زعزعة استقرار الأهلي الفني، هو ده الهدف. أنا ما أقدرش أستشف من أخبار زي دي وعناوين زي دي سواء امبارح أو النهاردة من خلال اليوم السابع غير إن في هدف، إن يا جماعة ممكن ما يكونش ده هدف المؤسسة طبعا خالص، أنا بحترمها وبقدرها جدا، لكن ممكن يكون هدف شخص من الأشخاص العاملين يعني، وأنا والله ما أعرفش هو مين. لكن في نفس الوقت ليه عايز يعمل كده؟ ممكن يكون عنده انتماء تاني، بنحترم انتمائك، لكن في نفس الوقت لازم يكون الخبر صحيح ومنطقي عشان يبقى في مصداقيه بشكل كبير ما بين الجمهور، واكبر جمهور في مصر هو جمهور النادي الاهلي، وما بين المكان اللي انت بتكتب فيه وما بين اسمك انت نفسك
صحفي محترم تمام. فالكلام ده يا جماعه غير حقيقي وكلام مش موجود اصلا، مفيش انقلاب ولا حاجه، هو في تعليمات في توجيهات. يعني بقى في مثلا حاسس ان الفرقه كانت ممكن تكون مريحه، او انا كمان في نفس الوقت كمدير فني قاري ان اللعيبه مجهده، قاري الظروف اللي قبل كده، قاري كل الكلام من ده، فبقعد اوجه نخلي بالنا يا جماعه لا خلاص الحمل التدريبي نعمله بالشكل الفلاني، لا الجانب الفني نشتغل عليه ازاي، الامور التكتيكيه نطورها ازاي، كل ده شغل وعمل بيقوم بيه المدير الفني مع اللاعبين. اللاعبين طبعا عليهم دور كبير قوي بيشتغلوا عليه، وهو التركيز، كل التركيز في كل مرحله وكل مباراه ما بيلعبوها. فالامور يا جماعه مستقره وماشيه بشكل كويس جدا في النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله الاهداف والطموحات تتحقق. احنا جمهور طماع، جمهور الاهلي طماع، مستني لسه كتير جدا من موسيماني ومن لاعبين. طيب تعالوا لسه مع اليوم السابع. هنا بقى ايه، امبارح كان قال لك هل احمد عبد القادر هيمشي ويقترب من الرحيل بعد تجاهل موسيماني، النهارده بقى بيقول لك ايه، موسيماني يدرس اعاده احمد عبد القادر لتشكيل الاهلي امام المريخ السوداني. طب بص بقى المقارنه ما بين الخبرين، يا ريتني كنت قلت لكم يا جماعه قبل الحلقه ان احنا نجيب الخبر بتاع امبارح، لو في امكانيه يبقى حاجه ممتازه، لكن في كل الاحوال الاهلي ما بيتمرنش. الاهلي واخد اجازه امبارح، هم وصلوا امبارح الساعه 6 الصبح واجازه النهارده. فايه اللي اختلف في ال 24 ساعه دول اللي ما قابلوش فيهم بعض كجهاز فني ولاعبين وبالتحديد كموسيماني واحمد عبد القادر عشان الخبر يتغير كده؟ يا سلام يا سلام عليكم. يعني اهو ده خبر بتاع امبارح، قال لك ايه، موسيماني يدرس اعاده احمد عبد لا ده خبر النهارده، اوكي خبر امبارح اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، هل يكتب موسيماني كلمه النهايه لرحله احمد عبد القادر مع الاهلي؟ وخبر النهارده بقى نحود عليه كده، بص بص عن احمد عبد القادر برضو، موسيماني يدرس اعاده احمد عبد القادر تشكيل الاهلي من المريخ. يا سلام، ايه اللي جرى في الساعات دي؟ انا مش عارف عشان الخبر يتغير. فده معناه ايه؟ ده ان دل يدل على ايه؟ ان الخبر بتاع امبارح ده كان مجرد خبر بملى بيه، مجرد خبر بملى بيه، مجرد خبر بحاول اجذب القراء لقراءاته. وخبر النهارده خبر اقل من العادي، لان احمد عبد القادر في بعض المباريات بيلعبها كاساسي وفي بعض المباريات بيلعبها كبديل، كله بيترتب على ايه؟ ها وبيرجع لايه؟ لوجهه نظر مستر بيتسو موسيماني المدير الفني. فبالتالي هو الادرى يبتدي امتى؟ يبقى احتياطي ينزل امتى؟ خطته اللي هو والسيناريو اللي حطه لاي مباراه بيلعبها مع اختلاف المنافسين، احتياجاته من كل لاعب وقدرات كل لاعب. احمد عبد القادر ليه قدرات، قفشه ليه قدرات، بيرسي تاو ليه قدرات معينه، كل واحد ليه قدرات معينه. اللي بيوظف مين؟ موسيماني. مش معنى انه قعد ده او ده او ده احتياطي ان هو خلاص بيكتب نهايه رحله احمد عبد القادر اللي هي لسه ما ابتدتش مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لخبر امبارح يعني، لكن ده كان لازم نعلق يعني بصراحه على الحاجات اللي زي دي، لان في بعض الاحيان بتبقى حاجات مستفزه يعني. مش عارف الفتره الاخيره ابتديت استفز بسهوله ليه كده. يلا الاهرام حسابهم على تويتر، الاهلي يعود للتدريبات غدا استعدادا لمباراه المريخ السوداني، وكان شيء لابد منه بصراحه ان يبقى فيه 48 ساعه راحه بالنسبه للاعبين، لان اجهاد كبير، والسفر من جنوب افريقيا لمصر زي ما السفر من مصر لجنوب افريقيا بيبقى فيه ترانزيت كمان، تقعد ساعه ولا ساعه ونص في اسوان عشان طبعا تزود الطياره بالوقود، ومده وعدد الساعات بتبقى حوالي من 9 ل 10 ساعات، فرحله طويله، فبالتالي بيبقى فيه اجهاد، فلازم تريح بعد المجهود الكبير اللي كان في الماتشين اللي فاتوا سواء بيراميدز والضغط الكبير ومباراه سان داونز، فتقدر تعمل استشفاء كويس، فبالتالي تبتدي تشتغل من بكره. بكره ايه؟ الثلاث، هيبقى عندك ثلاث واربع وخميس تشتغل فيهم بشكل كويس، ونشوف بقى الاهلي. الاهلي يوم الجمعه باذن الله في جانب او جانبين سواء الاداء او النتيجه بالشكل اللي يرضي جماهير النادي الاهلي باذن الله، ده هيحصل بعد ما بقى فيه يعني راحة نسبية بالنسبة للفريق. طيب تعالوا نروح لكرة بلس والكشف عن موقف محمد هاني من المشاركة أمام المريخ بدوري الأبطال، وهم في الحقيقة كاتبين خبر يعني صحيح قريته في متن، قريت المتن بتاعه، إن محمد هاني هو كان عنده بعض الآلام في العضلة الضم، نسب لحقه بالمباراة اللي جاية كبيرة جدا، وهو ما شاركش في المباراة اللي فاتت كإجراء احترازي عشان ما يبقاش فيه مجازفة، فالإصابة تتفاقم يعني.
فمحمد هاني باذن الله هيكون جاهز لمباراه المريخ يوم الجمعه، وبرده الجاهزيه تتاكد بشكل اكبر بعد بكره، او بعد ما يبقى في اختبار طبي بكره للاعب في المران الاول للنادي الاهلي في اطار هذه الاستعدادات. طيب نروح لخبر اخر من خلال يلا كوره حسابهم على تويتر، والمريخ يعلن هروب مدربه كلارك قبل مواجهه الاهلي بدوري الابطال او دوري ابطال افريقيا. وهم كانوا جابوا الخبر ده بناء على بيان، وهو بيان مصدره غير صحيح، فبالتالي ده خبر غير صحيح. مش بشكك في يلا كوره، لكن بقول ان يعني هم ممكن يكونوا انخدعوا شويه زي الجماهير بخبر يعني الاطاحه بالمدير الفني وهروبه وكلام من ده. لكن لا اقدر اكده على حضراتكم، المدير الفني متواجد في القاهره بيمرن لعيبته، لعيبه المريخ، وبيستعدوا بشكل قوي 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 لمباراه الاهلي، خصوصا ان هم عندهم امال كبيره في التاهل زيهم، امالهم متساويه زي مع الاهلي زي مع الهلال، فبالتالي بيشتغلوا بشكل قوي، ومن هنا هتيجي صعوبه هذه المباراه. ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق باذن الله تعالى. طيب يلا كوره برضو، حازم مصطفى رئيس نادي المريخ ليلا كوره اهو يلا كوره صححه وقال لك المدرب، ده بناء على تصريحات حازم مصطفى رئيس نادي المريخ، المدرب في القاهره يباشر عمله ولا صحه للبيان، كله شغل ميديا. احنا بقى مش عايزين احنا ايه نجر الكلام ده او نركز مع الكلام، مالناش دعوه. المريخ بالمدرب بتاعه، من غير المدرب بتاعه، باللعيبه بتاعته، من غير اللعيبه بتاعته، باي حد، هو فريق قوي وفريق جيد، اللي هيلعب احنا هنلعبه، مدرب موجود مش موجود ملناش دعوه، ما مش بنفكر في كده. ممكن ده يشتت شويه، وانا عارف الجهاز الفني بيدرس كويس قوي كل فريق هيقابله، لكن خلاص تاكدوا ان هو المدير الفني موجود، وحتى لو في اي تعديلات حصلت بشكل مفاجئ فالاهلي ملوش دعوه بالكلام ده، احنا مركزين، فرقتنا مركزه ان شاء الله، وهنشوف ده من خلال التدريبات بكره، وباذن الله باذن الله النتيجه تكون فوز النادي الاهلي يوم الجمعه كخطوه مبدئيه من ضمن خطوات التأهل، واللي هيكون بشكل رسمي بإذن الله تعالى من خلال مواجهة الهلال اللي هتكون في أول الشهر المقبل. خلينا نروح لكورة بلس. المدير الفني للمريخ السوداني ينفي الهروب من تدريب الفريق قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال، وده خلاص يعني الكلام اتكلمنا في الموضوع ده بشكل كبير وشرحناه لحضراتكم، والراجل موجود وبيباشر مهام عمله مع فريق المريخ بشكل طبيعي، وهو بالمناسبة مدير فني جيد وعمل شكل محترم قوي فريق المريخ، بدليل ان الفريق ماشي بشكل كويس في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. طيب حساب في الجول على تويتر، معد المريخ البدني في الجول، انا والمدرب لا نعرف ما يصار من النادي، نحن في القاهره بعلمهم. خلاص يا جماعه الموضوع ده ايه انتهى وقتل بحثا، والناس موجوده وبتشتغل وعارفين بيعملوا ايه وبيستعدوا ازاي، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه كبيره تليق باسمين كبار سواء الاهلي او المريخ، بس باذن الله الاهم بالنسبه لنا ان الاهلي يفوز، ويفوز فوز مقنع وانتصار جيد قبل مباراه الهلال اللي هتكون لسه في اول الشهر، بس في نفس الوقت كخطوه من ضمن الخطوات اللي تاهل النادي الاهلي، لان بصراحه مقدر جدا القلق اللي موجود عند بعض الجماهير، لكن في نفس الوقت ان شاء الله باذن الله عندي ثقه كبيره قوي في اللعيبه وفي الجهاز الفني ان هم هيفرحوا جمهور النادي الاهلي، مش بس بالتاهل لربع النهائي، لا بمواصلة المشوار لحد النهاية، وكمان الفوز بالبطولة للموسم الثالث على التوالي. ليه؟ لأن احنا عندنا الإمكانيات وعندنا القدرات اللي تقدر تنجحنا في كده بإذن الله تعالى. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا أخبار أخرى في الجانب المحلي والعالمي هنتكلم فيها، فاستنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا ناخد الترند المحلي، واهم خبر في الجانب المحلي وهو مرتبط شويه ومرتبط جدا بمحمد صلاح، ده امر مؤكد، خصوصا ان احنا قلقنا قوي على صلاح بعد الاصابه اللي كانت في مباراه برايتون اول امبارح، جاب الهدف من ضربه جزاء وخرج، فاحنا كلنا كمصريين قلقنا جامد قوي يعني بصراحه. الراجل مش عايز اقول لحيلتنا، احنا عندنا لعيبه كبار وعندنا لعيبه محترفين في الخارج كويسين، بالمناسبه كمان تريزيجيه مش هيلعب مباراه بشك شهير النهارده بسبب الاصابه، مش عارف لسه حجم الاصابه ايه، بس ده امر يقلق كمان بشكل اكبر يعني. لكن المؤكد وزي ما في الجول كده بيقول ان مصدر بمنتخب مصر قال لهم ان الاصابه مش هتمنع محمد صلاح من قياده الفراعنه في مباراتي السنغال، وده خبر مهم قوي بصراحه. صلاح اكيد عنده حافز كبير جدا للمشاركه في الماتشين، ده امر مؤكد، الماتشين يوصلوا لكاس عالم. في نفس الوقت هو في اعتقادي الشخصي من خلال المشهد اللي شفناه ان اللاعب يعني خرج كاجراء احترازي برضه، اللي هو خلي بالي عشان الاصابه ما تتفاقمش،
هو كان في كدمه قبل الجون ما يجيبه تقريبا في وش رجله او حاجه زي كده او في السمانه. ففي نفس الوقت قال لك ايه، لا انا لو دوست على نفسي ممكن الاصابه تكبر فابقى بعيد الفتره الجايه، والفتره الجايه ما ينفعش فيها اي بعد يعني. فان شاء الله باذن الله صلاح يكون جاهز، وزي ما اكدوا كده هم مش عايزين يتكلموا في تفاصيل كتير، لان المنوط بالاعلان عن تفاصيل اصابه محمد صلاح هو نادي ليفربول من خلال حساباته الرسميه المختلفه يعني. فاعتقد خلال ساعات ممكن يعلنوا عن حجم اصابه محمد صلاح، لكن المؤكد الحمد لله ان الاصابه مش كبيره. تريزيجيه انا لسه مش عارف يعني مدى قوه الاصابه، لكن يا رب تكون حاجه بسيطه قوي ويبقى برده جاهز للماتشات اللي باقيه مع فريقه قبل ما ينضم لمعسكر المنتخب باذن الله تعالى استعدادا لمباراتي السنغال. ده فيما يتعلق بالترند المحلي. تعالوا نروح للجانب العالمي شويه، وهنا حساب طبعا انفيلد ووتش على تويتر، واللي نشر تصريحات لارسن فينجر طبعا المدير الفني السابق لارسنال ومدرب التاريخي لهذا الفريق، واللي قال عليك النظر الى تاريخ اللاعب مع الاصابات، اذا كان جيدا ولا يفوت اي مباراه بسبب الاصابه فعليك دفع 400,000 جنيه استرليني له كراتب اسبوعي. خلي بالك من الكلام. واضاف لو كان يتمتع بالسرعه بعد ال 30 ادفع له ما يريد، اما اذا ثقلت حركته لا تفعل ذلك. حلو. واكمل المدرب الفرنسي، في حاله محمد صلاح فعليك ان تفعل ذلك، فهو مزيج بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وتابع كمان وقال لقد تحسن كثيرا في لمسته الاخيره، لقد كان افضل لاعب في العالم في الفتره من اغسطس الماضي وحتى كاس الامم الافريقيه، لقد ظهر بشكل استثنائي هذا الموسم. لما الاشاده تيجي من مدير فني كبير ومدرب كبير جدا جدا له صولات وجولات في الدوري الانجليزي وفي البطولات الاوروبيه، وهو ارسن فينجر المدير الفني السابق لارسنال، في لاعب بحجم محمد صلاح اللي الاشاده دايما بتوصل له من كل يعني مدربي العالم ومن كل الجماهير يعني. مفيش غير الراجل بتاع اللعيب اسمه ايه اللي بتاع كاميرون ده اللي قال لك انا شايف مع محمد صلاح لعيب عادي، وجهه نظر يعني. لكن في كل الاحوال محمد صلاح يستحق الراتب اللي هو بيطلبه، ده امر مؤكد، لان كل المواصفات اللي قالها ارسن فينجر هي فعلا متوفره في محمد صلاح. لاعب عنده سرعه وهو داخل على ال 30، السرعه بتاعته ما شاء الله هي تمام. لاعب نادرا لما بيتصاب يعني، انا مش فاكر ان محمد صلاح وقع في الملعب غير هي مباراه اول امبارح، مباراه برايتون مع ليفربول، فبرضه مفيش اصابات. اللاعب عنده قدرات تهديفيه غير طبيعيه، اهداف ما شاء الله 20 هدف في الدوري الانجليزي لحد دلوقتي، هداف فرقته في الشامبيونز ليج، هو ثالث هداف الشامبيونز ليج برصيد 8 اهداف، اسيستات قد ايه، هو ثاني واحد بعد ترينت الكسندر ارنولد في صناعه الاهداف في الدوري الانجليزي 10 اسيست، فكلها مميزات عند محمد صلاح. فانا مستغرب اداره ليفربول الا لو هم عايزين يعملوا زي الاهلي ويحافظوا على سقف الرواتب، فدي رؤيه ثانيه بقى، وجهه نظر ثانيه يحترموا فيها اكيد. خلينا نروح لحساب اي بي ال وورد على تويتر، وجيمس بيرسي بيتكلم على ان محمد صلاح يرى بانه يستحق الراتب الذي طلبه لتجديد عقده مع ليفربول. ليفربول لن يكسر هيكله الاجور في النادي، ليفربول قد يتخذ قرارا كبيرا هذا الصيف، صلاح لاعب ال 100 مليون باوند، وليفربول ربما لن يخاطر بتركه يرحل مجانا في صيف 2023. معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان من الوارد ان ليفربول تفكر في بيع محمد صلاح في الصيف اول ما يجي لها عرض، ويكون عرض مناسب فيبيعوا محمد صلاح، عشان هو مش عايز يجدد لانهم حاطين سقف معين للرواتب. ده مش كلام رسمي بالمناسبه، لكن ده يعني ايه الناس تستشف شويه المقربين من ليفربول ان هو ده التوجه بالنسبه لهم. فبالتالي من الوارد ان يكون ده اخر موسم لمحمد صلاح، ومن الوارد برضو ان انت فجاه كده تسمع خبر تجديد محمد صلاح مع ليفربول. انا على المستوى الشخصي نفسي اتمنى ان محمد صلاح يجدد مع ليفربول، لان الدنيا ماشيه كويس قوي الحمد لله معاه، الراجل بيحقق ارقام قياسيه وممكن يكسرها بشكل اكبر كمان لو استمر مع ليفربول، وليفربول فريق مش قليل، تاريخ عظيم، بينافس على كل البطولات، مش عايزين اكتر من كده، انت نجم الفريق الاول فدي حاجه كويسه. لكن اكيد محمد صلاح ادرى مننا في مستقبله، وهو ادرى بكل قرار هو هياخده يعني، نتمنى له ايا كان هيكون فين، استمر او ما استمرش، نتمنى له كل التوفيق يا رب. ولسه الحديث عن محمد صلاح، وده من خلال حساب يلا كوره على تويتر، ومن خلال كمان صحيفه الاسبانيه، واللي قالت ان محمد صلاح هو الخيار الاول لتشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونه الاسباني في حاله عدم التعاقد مع ايرلينج هالاند لاعب بورشيا دورتموند. هم هناك في برشلونه شايفين ان هالاند الامور بالنسبه له هيبقى التكلفه كبيره قوي قوي، والراتب بتاعه هيبقى ضخم جدا،
فبالتالي هيصعب على برشلونه خصوصا في ظل الازمه الاقتصاديه نوعا ما اللي بيمر بيها النادي. ففي صعوبه مع كمان وجود تقارير مؤكده بتقول ان هالاند قرب بشكل كبير انه يروح مانشستر سيتي. في حاله فشل مفاوضات برشلونه مع ايرلينج هالاند المهاجم النرويجي المميز ولاعب بورشيا دورتموند هيبقى التوجه والخيار الاول بعديه لمحمد صلاح. وده او دي التقرير اللي طالعه النهارده من اسبانيا. وقالوا كمان ايه اللي اكتر من كده، ان حصل فعلا تواصل ما بين اداره برشلونه وما بين ممثلي محمد صلاح، والتواصل كان ايجابي قوي وفي رغبه عند الجانبين سواء هنا او هنا. فبرضه هنشوف ايه اللي ممكن يحصل في الايام اللي جايه لو راح صلاح برشلونه، وبرشلونه فريق كبير طبعا من اعظم فرق العالم يعني، فتبقى خطوه برضه كويسه. بس الدوري الانجليزي اقوى بصراحه. في الجول احسنوا على تويتر عندي كل في تصريحات نشرها موقع اتش اي تي سي، اعترف بحب مشاهده محمد صلاح وقد اتعرض لهجوم جماهير يونايتد بسببه. بيقول ايه اندي كول؟ اندي كول طبعا احد المهاجمين الكبار جدا في تاريخ مانشستر يونايتد، كان هو ويورك لو تفتكروا الاثنين كان ثنائي هجومي جبار بصراحه يعني. فقال ايه؟ قال ما يفعله صلاح في الدوري الانجليزي جنون، لن اكذب انا احب مشاهده محمد صلاح وهو يلعب، اعرف انه يلعب لليفربول غريم مانشستر يونايتد التاريخي، وقد تهاجمني جماهير الشياطين الحمر لكنه يمتلك جوده كبيره. تصريحات برضو إيجابية جدا ويستحقها محمد صلاح من مختلف نجوم العالم يعني، سواء مدربين أو لاعبين سابقين يعني. كرة بلس وحسابه على تويتر، هو صلاح أهم حاجة بالنسبة لنا كمصريين، فطبيعي هنتابع كل حاجة بتتكتب عنه يعني في الترند العالمي. فلاعب إنتر ميلان السابق فيست قال إن صلاح ورونالدو ومبابي الأفضل في العالم، وإذا عاد صلاح لإيطاليا سنسعد بوجوده. وأكيد تواجد صلاح في أي دوري في العالم هيزود من مشاهدات هذا الدوري وهذه البطولة، وبالتالي هيجذب جماهير بشكل أكبر، فلأنه لعيب ممتع ولعيب يعني أكيد الناس كلها بتبقى حابة تتفرج على أدائه في الملعب، خصوصا بعد ما طور من نفسه على الجانب المهاري والفردي بشكل كبير قوي، ولاحظنا الكلام ده في أهداف عديدة هذا الموسم يعني. لو نفتكر هدفين مانشستر سيتي وواتفورد كانوا حاجة جامدة قوي. المصري الرياضي حسام على تويتر مهاجم ليفربول السابق يوجه رساله شديده اللهجه لمحمد صلاح ويتكلم على بعض الامور، وانا هقول لحضراتكم بالظبط مين هو مهاجم ليفربول السابق، وهو بيتر كراوتش طبعا، واللي هاجم محمد صلاح قائلا ما معنى ان تمنح صلاح ما يريد، فان دايك مهم والحارس اليسون مهم ايضا، ما نهايه هذا وسيصبح الامر مشكله كبيره. هو بيتكلم على ان انت لو اديت صلاح اللي هو عايزه فانت عندك أليسون بيكر طبعا الحارس المميز جدا للفريق، ممكن يطلب اللي هو عايزه فهتضطر تديهوله، وعندك كمان فيرجن فان دايك احسن مدافع في العالم لو طلب اللي هو عايزه انت مجبر ان انت تديهوله. فبالتالي برضو دي وجهه نظر بالمناسبه، مش معناها ان في تقليل من وجهه نظر مهاجم ليفربول بيتر كراوتش لامكانيات محمد صلاح، لا هي معناها ان دي رؤيه ممكن تتعلق بمستقبل النادي وتجنب بعض المشاكل اللي ممكن يقابلها النادي في المستقبل. طيب تعالوا نروح لاخر خبر في الترند العالمي، وده من حساب في الجول، اصابه محمود حسن تريزيجيه تبعده عن مواجهه انطاليا سبورت، وده التقرير ذكرته تقرير تركيا ان تريزيجيه تعرض لاصابه في اسفل الظهر ولذلك لم يتواجد في التشكيل الاساسي او الاحتياطي لمباراه انطاليا. يا رب تكون اصابه خفيفه، اصابات الظهر بتبقى رخمه بالمناسبه يعني، ممكن فاكرين عماد متعب نجم النادي الاهلي الكبير جدا ومن افضل اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي في مركزه، فتره من الفترات كانت اصابه الظهر دي عطلته، ممكن يكون ده نوع يا رب يكون نوع تاني من الاصابات يعني، ما ياثرش على تريزيجيه او ما يبعدوش عن المنتخب او عن فرقته لانه ماشي بشكل كويس، ما يبعدوش كمان عن العوده للدوري الانجليزي لان ده امر بيهمنا كلنا، لان تريزيجيه من اللعيبه المميزه، فباذن الله تكون الاصابه خفيفه. انا اللي بيعجبني دايما في تريزيجيه انه عنده اصرار وعزيمه على اي هدف بيحطه قدامه عايز يوصل له، وفي لقاءاته وكلامه كتير لما الواحد بيتابعه ويشوف كلامه واحاديثه التلفزيونيه لما بيقول انا تحديت فلان وتحديت علان وحاولت ان انا اوصل للهدف بتاعي، فبالتالي ده كان امر جيد بالنسبه له ان هو عنده اصرار وعزيمه في كل موقف هو بيبقى عايز ياخده وكل هدف هو عايز يوصل له. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ناخد اخر فقره في حلقه النهارده من ترند، فاستنونا يلا بينا.
طيب بشكل سريع خليني اخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده وفي توقعاتكم مين اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده في قائمه منتخب مصر استعدادا لمباراتي السنغال، ونبتدي بالسيد النبراوي اللي قال محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، محمد شريف. وقال تقريبا كده ايه حوالي 9 لعيبه من الاهلي، فده عدد كبير جدا. اوكي، فيعني ده ابرز تعليق، واعتقد معظم التعليقات كلها في نفس الجانب ده، لان اسماء كلها بتتالق بشكل كبير. الاهم ان شاء الله باذن الله التوفيق لمنتخبنا في اللي جاي، لان اللي جاي ده يأهلنا لكاس العالم ان شاء الله نفرح كلنا. دي كانت تعليقات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.